السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحباب والصحاب، كيف بخيتو لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا احسن حوايج ان شاء الله رب العالمين. وانتم كتشاهدوا الفيديو كيف بقيتوا؟ كي درتوا مع هذا البرد؟ كي درتوا مع هذا الشتاء؟ واش حتى نتوما عندكم الشتيوة؟ واش نتوما عندكم في هذا البرد؟ حنا اللهم لك الحمد الشتاء تبارك الله، والرعد حتى هو والريح ما نقولكمش. اللهم لك الحمد. وكما كتشوفوا اليوم جات عندنا واحد الضيفه عزيزه 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 وغاليه في مرتبه الام ديالنا تبارك الله. تحيه كاع ليها كبيره ليها والعائله ديالها كامله كاع اللي كيتفرجوا فينا، شكرا لهم بزاف وراهم عزاز وغاليين هنا في القلب. اليوم ان شاء الله غادي نفرحوا بها ان شاء الله، وتمنى تقبل علينا. راه كتسمع واخا كتقول عليه خطيك عليه خطيك بيك صافي كي درتو عزيزه مساك وشي مزيان الحاجه الله حنا نخطك ربي ما جات عندنا ونورات الظاهر مودة دي ما جاتش راه تايسولوا عليها الناس ومسكينه راه عزيزه بزاف على المتتبعين. نخلي لك كلمه اختي الحاجه ربي يخليك. السلام كي درتو لاباس؟ كي درتو مع صحيحه ولادي لاباس؟ ايوا انا شي استجلست عيطت. مرحبا بك لاباس عين الله بارك اختي الحاجه. مرحبا بك في المرتبه ديال الام ديالنا وكل شيء والله. وتيبغيوني والدار داري فوق ما بغيت نجي راه مرحبا على الراس هنا الحاجه والله راه الدار دارك كل شيء. الله يسترهم الحاجه الله يخليك لنا ناس طيبين كيقلبهم كي لسانهم كي كل شيء الله يعمر بهم راه الا بغاو كيبغيو كل شيء كل شيء حتى واحد ما كيكرههم ناس طيبين كيوجههم كيقلبهم الله يعطيهم الرضا الله يرضي عليهم الله يسترهم. وكان شي لهنا بحال اللي رانا في داري وكثر من والله دارك ديال الحاجه راه ما كاينش ما فيهاش هذا الشك ديال الحاجه والله اللي بغيتها راك في المرتبه ديال الام ديالنا والمعزه ديالك راه بوحدها والله العظيم. الله يخطيك اوليدي الله يكبر بك ام الحاجه الله يرحم الوالدين الله يخليكم كاملين امين يا ربي امين. الله يخطيكم امين يا ربي. دابا غادي ندوزو عند وفاء باش تكمل لنا القضيه. ايوا الصراحه اليوم اخوتي مع الشتا والبرد ايوا لقينا كنديرو شنو نديرو الغدا المهم اتضح لنا في البال واحد الاكله شهيره عند المغرب. ما عمرنا درناها في القناه عمرنا شاركنا في القناه وقيلا لي اول مره غنديرها وشكون غيديرها؟ بلاتي ما تحرقليش المره حنا رحنا الوالدي شكون غيديرها؟ شكون؟ تعطرنا خالتي فاطمه الله يرحم الوالدين. خالتي فاطمه تبارك الله معروف عليها يعني كدير برماش ما نقولكمش بحال مش غادي باش كانت ساكنه في مدينه الحاجب يعني كاع الجيران اللي كانوا ساكنين تما فوق ما كيتسناو غير تزوج اي واحد تيقول له خصك دير لنا شي كزعه برماش. شحال تتزوج كتسناو كاع غير لا قبل ما تتزوج ما كانوا تيقولوا لها باش تكون شي كزعه برماش باش يجيو ياكلوها. لا كانوا فين ما كانت تولد وافع تيقول لك فوقاش تولد وافع عطيني قعد ما كانش تولد داوال المهم برماش خاتي بصح نيت تبارك الله مع خاتي فاطمه يعني خذاتها عند خاتي حاده تبارك الله كدير لا واحد خطره دابا نعاود لبنياتي داكشي باش نعاود انا تعاودي لها انت. السلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي تحيه لكم كاملين والله يسهل اموركم الله على درجتكم ومبروك عواشركم تصوموا وتعاودوا باش تمنيتوا ان شاء الله بالصحيحه والسعاده والهنا وراحه البال والله يسعدكم في حياتكم مع ازواجكم مع عائلاتكم الله ينجح لكم وليداتكم. ايوا ان شاء الله اليوم غنديروا برماش مع الميمه الحاجه تنقول لها الميمه راه ميمتنا والله ربي اللي شاهد معزتها معايا مسكينه غير بوحدها مع غير وليدها وراجلها ومسكينه ما تقدرش دير كويا الملوي ولا هذا انا قلت لها قلت لها غادي نتعاون انا وياك نديروا لها واحد الطرحه ديال الملوي تديها في هذا مسكينه في هذا رمضان ان شاء الله ان شاء الله يا ربي امين. ودابا مسكينه برماش ما تقدرش ديرو معيتي بوحدها في الدار مسكينه تتنوض تشقى بوحدها تدير لهم داكشي على الدواء تديروا الدواء في ضروره هي هي قلت لها قلنا نديروا برماش قالت مسكينه والله الا قلت لها صافي هو اللي غاديروا ما تعاودش البلاصه. ودابا جيراني تحيه ليهم في الحاجب كاملين مساكن باش عزيز عليهم من واحد الخطره دابا درتو وعشبتو عرفتي راه ما نقول لك شي وشدوا في واحد الجار بقاو عليا غادي تزيدي تولدي غادي تزيدي تولدي قلت لهم لا صافي ما نزيدش نولد وهذه كلا عندي داك برماش خرجوا داك الشهر خرجت تولد بلاصه صغيره حقاش كما تتشوفوا العشوب خصكم تختاروهم يكونوا طبيعيين العشوب هما كلشي. خاتي لاحظت خاتي فاطمه فاش كنت ولد ديك الساعات انا كان السبوع ديالي هي ما شراتش راس الحانوت مطحون اه ما تشريوش خداتو دابا علاش سماو زعما قطعت علاش سماو راس الحانوت زعما ما عرفتش حيت بالفرنسي دابا بغيتي تمشي دابا لفرنسا تقول لها عافاك بغيت راس الحانوت لا تيت دو بيس خي ستوبلي فيه واقيلا العشو هذوك كلشي عشو كاملين. انا قلت له انا قلت لكم داروا راس العطريه لا راس العطريه في كلشي العشو كاملين في العطريه كامله كل ما خلقوا وقلت كاين فيها قلت لكم اخوتي في السبوع ديالي يعني خالتي شراتو
شرات العشوب، شرات العشوب هكا العشبات وكاملين ومع طحناتهم ونتنقى داك الشيء ويعني التغسل داك الشيء. قالت هذاك اللي تيشري العشاب ودرت درتي راس الحانوت انت راسك العشوب كاملين ديالو درت طحناتهم عند العطار. لحقاش دابا العشاب تيبيعوا قالكوا تيديروا واحد الدبانه هنديه وما نعرف العالم والله ما سمعت انا لاش فيها الزاد تيديروا العشوب ها لا كانوا تيديروا هكاك شحال هادي لا تشيلوا بقات هنديه رجعت شي نوع وانتم ها هو دابا هنا هذا راه داك كاع على يدي ها هو شتي شحال على لون فيه واحد الريحه فيه دابا هذا هما واخا تيطحنوه تيجمعوا لك غير واحد العشوب ما تيديروش ود الحلوف ديك ود الحلوف شو ود الحلوف عاوتاني اش هاد المصطلحات هادو ديال ود الحلوف شوف شو غتقول الناس غيبات الفطار الفارليتي ود الحل ود الحلوف سولوا العشوب العشاب عليها قول له عطينا ود الحلوف بوحدها هذيك هي اللي تقوي وهذيك هي اللي زوينه للبرد وزوينه لكل شيء دابا خلينا من ود الحلوف ديك ما كدير الناس غيبات الفارليتي لا والله الا ود الحلوف هذيك زوينه للبرد هذيك هي اللي الجلده ديال الفعال ميته المراه اللي بغات هكا يلاه يحل حزامها الله يفرح كل وليه اللي بغات تولد ولا كذا بحال هكا دير له هاد العشوب ودير دكم على يدها وتجمعهم كاملين تقول العشاب عافاك جمعهم لي مزيان واللي بغات تولد قبل الوقت عليها بجوج ودنين ديال الحلوف لا بيلانس نيشان لا تنشري انا خير الله ديال ديك ود الحلوف هي اللي تتكثر بصح ودن ديال الحلوف عشبات تجيبها من الجبل هاك باش يعرفوا حتى المشاهدين لحقاش ود الحلوف سميتها ود الحلوف راه حرام هي سميتها ود الحلوف هي غير العريقه الجديره في التوافع راه بحال شكل شجيره صغيره خرج منها الجديره وما نقول لكم راه شفتوا وافع داك راس الحانوت فاش درتو غسلته وفي القصبر اليابس فيها تميتو والغسيل فاش غسلته وكلشي كلشي كلشي عرفتي غزال التغسل كامل تنشف في السطح كنعقل داك الحاجه انا تنشفات واخا في السطح يعني وجمع داكشي كامل باش يحيد من التراب ويحيد واه تحد راس الحانوت نيس الراس ديال الحانوت ما كاينش تخشيش ما نخليكم عاد نوريكم المقادير ديالها ايوا دابا غادي نبداو نرجع لكم اخوتي غادي نديروا البصله بصراره لا غادي نزيد في التالي غادي ندير دابا شي ثلاثه ونزيد في التالي عاد معايا حتى الدوب غادي تقطعوها هكا كبيره حيت خاتينا باش ما تقطعش دابا الواليده انا غادي دير ثلاثه ديال البصلات لا غادي ندير ثلاثه مازال نزيد شي ثلاثه شنو غديري انت انا غادي نقي شويه ديال الحلبه ونقي خاتي شويه ديال الحبرشاد باش هكا ديرهم ان شاء الله ها هو حضره راه تندير حتى حبرشاد راه زوين صراحه هذا هو هذا عرفتي راه ما يخلي الكلاب برد لي هكايا شتي زعما والله الا زعما الصريح هاد الكلاب المتتبعين بغيتكم زعما تجربوا برمجه الخاتي فاطمه والله انا واعر كاع تحيه كاع اللي جربوا الريب ديال خاتي فاطمه اصدق ليهم اصدق ليهم حتى دابا جربوا برمجه تصور في انستغرام ولا اصدق ليهم ايوا تعطيهم شي حاجه الصراحه راه داكشي اللي داكشي من القلب والله الا الحمد لله ها ندير سكنجبير سكنجبير راه زوين حتى هو البرد زوين اه زوين ديروا جوج معالق غنزيد هكا نص شي جوج معالق وعليكم السلام السلام ورحمه الله وبركاته ها البزار البزار خلاص ندير غير نقص شويه بزار حقاش عندي مجال دايره البيض والكحل خرقوم وشنو واحد اخر هذا القصبر يابس هذا تو فيه فوائد زوين قصبور يابس نديرو شي نص معلقه ها هو دابا العلامه العمده هذا دابا غادي ندير واحد المعلقه دابا لطيت دهانوت ولكن باش يبقاو فيه باش ما يضيعش باش يبقى فيه الجهد ديالو حتى يطيب شويه يطبخ شويه مزيان غادي نزيد راس الحانوت ديك الساعه نزيد واحد المعلقه ونزيد البصله نقادو هنا بعدا لا مشى نزل راه عرفتو فاش تبقى يطبخ راه واحد الريحه ما نقول لكمش هذه الملحه هاد الشجرة مالح شوفوا بعدا صافي الثومه غادي ندير هذه بعدا هذه غتطلق لي الريحه نقدر نزيد شي شويه المعدنوس خاطر غادي نقرد المعدنوس وغادي نقرد شويه وربط شويه وهو بسيطه وغادي ندير هذا حب رشاد ها نتوما هو حب رشاد هذا اللي ما عرفوش حنا تنقولوا له حب رشاد تحيه لبناتي الجزائريات هذا هو وهذه الحلبه تحيه لبعدا واحد الجزائريه شيماء ولا قالت لك عافاك وما ذكريني قالت لك متتبعه وفيه شيماء وقيله تحيه لك قريت التعليق ديالها تحيه لك بنتي كبيره عبد الله ما كتقراش على سميتو وقيله شيماء تيكونوا كثارين مساكن تيكونوا اسماء 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 مريم مريم وقيله اسماء لا اسماء خديجه خديجه الله اسماء تحيه لك بنتي ايوا ها انتم هذا واحد برشاد ها هو ايوب هذا حب برشاد هذه الحلبه البلديه اللي شرا شري حلبة بلدية ديما كتشري عشب بلدية اه ما تشريوش الرومية البلدية هذا في ليو عرفتي في ليو انا نوريكم واحد الطريقة يتابعوا معنا نوريكم الطريقة كي ديروا له هذا في ليو هذا خصو يبس تشوفوه هكا اخضر الا شريتوه
المهم الا شريتوه رباطات يبسوه راسكم في الدار تتشوفوه هكا خضر يبسوه في الظل ما تيبسوش في الشمس باش يبقى فيه اللون خضر. دابا هذه انا تيمشي له الجهد. دابا انا هذا تنطحنو غادي نطحنو في الطحانه وغادي نديرو في الماء فاش تطحن خويه في الماء في شي كاسرونه وديري عليه شويه الماء وحركيه هكا وصفي في الصفاية غير هذاك اللي غادي يطلع اللي غادي يطربي هنا باش ما تيبقاش كاع في داك لا غبره لا حجر لا حتى حاجه. المهم الا كان شي تراب ولا شي حاجه تتنقيه تطحنيه وصفيه بالصفاية ديريه في الماء ريشها وحده. دابا تكون كاتب البرمجه لخالتي وكتشوف هاد الفيديو هادو غادي نرميهم هكا هادو غتقد رميها الثلاثه هكا نقيهم نحيدهم شويه القشره هكا اللي من هنا هادو بلاتي شويه ونرميهم. ايوا وتابعوا معنا ان شاء الله. زيت البلديه اه زيت البلديه انا تنعبر بالمغرفه زيت البلديه ودني المحلو في زغيبات الفار اللي شتي هادي هادي راه كانت عندي عامري انا براس الحانوت هادي. انا ما كنتش هادي بواحد البرد درناها كان داز ذاك العام بارد تنديرو في ديك التيشات الشعير كنت ودرنا شلالي شوف ودرنا كنديرو ديك التيشات الشعير وكنديرو وغير الزيت البلديه حتى الملويره غادي نخبزو بالزيت البلديه. شحال درتي من غرفه ديال الزيت مشيت نهضر زوج من هادو على حساب برماش حيت حنا غادي نديرو هادي حد هنايا تكون المريقه ولا غادي ديري مغيفه حقاش هو راه تيبغى خصو يتقلب مزيان باش ينسجم داك المريقه تجي ملبيه. ايوا انتما خويا تابعوا معنا شحال دابا غادي نرمي واحد جوج معالق ديال الحبر الشاد وغادي نرمي واحد الحلبه غادي ندير غير شويه غادي ندير واحد المعلقه والاخرى غادي تنطيبها بوحدها تندير لها مريقه واللي بغى يزيد تنزيدها في الجناب اللي باش ما كتجيش مجهده باش ما تجيش مجهده باش كاين اللي ما تيبغيهاش غادي ندير لها مريقه بوحدها واللي بغى يزيد من ديك المرقه ديال الحلبه تيزيد المريقه من هنا غادي تهزوها لها وطيبوها بوحدها في كاسرونه صافي هذا ما كان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحب والصحاب كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله رب العالمين. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو وفاء قال لك بغات تسولني على حساب برماش واش زوين ولا خايب انا بعدا ما كناكلوش ديك الريحه ديال الحلبه كتقلبني ما كنقدش عليها. علاش ما كيجيني قاصح ما كنقدش عليه انا نتوما العيالات اللي عندكم مع هادشي ديال برماش والعشوب وصحي زعما ماشي شي حاجه ديال ودي صح معقه لا صحي انا ما تيعجبنيش ما تنقدش انا حتى الدجاج ديالو ما ناكلوش الدجاج كيعجبني ولا الا كان برماش فيه دجاج ما ناكلش الدجاج ايوا انا ما اتفقتش انا وياك سمح لي. السلام عليكم. السلام السلام خليل الحاج لاباس خير انت لاباس الله يبارك فيك اللهم لك الحمد خير الحاج. المشاهدين قناه البجا تنشكركم على التتبع ديالكم مبروك هذا الخير انت شتي وتبارك الله الحمد لله اللهم لك الحمد لله الحمد لله. عطيني اليوم دايره الغداء شكون ما عارف داكشي اه بين برماش برماش كتاكل برماش الوالي كانك كلشي حيد لي غير حجر ما عرفتش شنو فيه شنو فيه انا ما عنديش معاه وزدت الوالده هذا النهار هذا كرهتني فيه شنو ياك فيه ودينا هذا الحلوف الله العظيم ودني الحلوف ماشي ودينا ودني الحلوف واحد العشبه تيجيبوها من الجبل الحلوف راه حرام لا وهذه عشبه تيكون لها ودين الحلوف هي فيها غير العروق الا هذا التقليد باش يهرب اليوم بقى لكم غاز غير بطل الفار اللي تيمو المهم انتوما ديروا فراقش البقره المعفونه اوبا لا لا هادو عشوب زوينين البرد وكل شيء زوين صحيا بزاف زوينين الواد راك ياكل كلشي هو كاع كيضرب غير الحجر انا ما بقيتش ناكل غادي ناكلو لك اليوم بالسيف اه اللي بغات تاكلو بالسيف الذوق لا وجهك ما كاين لا خوت سلام باش ناكلو اه غادي حسبنا اليوم غادي يديروا لنا الكفته زعما ولا شي حاجه راكم عارفين حنا شحال حنا كنديروا الكفته ونديروا اللحم ونديروا الدجاج ونسيت لهم وفاء ديروا حبيبات ديال النافع باش ما يضركم ما والو حبيبات النافع غير شي شويه باش هكا يبقى رميو دوك الحبيبات النافع ما تيضر ما والو وتابعوا معايا بنياتي كاشير غادي نوريكم واحد الطريقه ديال كاشير واعره دير لهم كاشير على كاشير صافي هذا كدير كاشير مقرط فيه المعدنوس وداك الشيء مرسيطه داك الشيء عاوتاني كاشير الكاشير الاخضر اللي كدير داك غير الشوب غير الربوع الربوع كاشير الربيع الربيع البيض ولكن معشب كاشير بمعنى الكلمه ماشي زوين سي فاطمه نعم هذا هو النافع اللي قلت لكم راه دايره معاه هنا مخلطه مع حبه حلاوه وغادي نديروا ماشي مشكل نتوما ديروا غير النافع بحال ديروا بالدكر هكا غادي ديروا هذا راه صحي زوين صافي طرميوه هنايا مع هذه راه هو اللده ديالو زويونه و زيدوا شي شويه صافي حبيبات باش يبقى داك تطلقوا النسمة وما تهضرش النافع راه صحي الصراحه ولا موراه تاكلوا دوك الحبيبات فمكم اللي ما داروش نساء ياكل دوك الحبيبات مور برماش وما دابا هذا المعدنوس
وهذه مرصيطه. اللي ما عندوش مرصيطه خضراء، اللي عنده مرصيطه خضراء احسن. اللي ما عندوش خضراء يحكو يابسه، يديرها يابسه ضروري. مرصيطه زوينه حتى هي الصراحه، كتزين ها كتزين، لا تتزين هي. ايوا انا رميها دابا، راه غسلتها ودرت هذا ديال النخل صافي، دابا غادي نحزمها ونرميها. ها وبدا كيطبخ. تبارك الله ما شاء الله، صراحه يتبعها الطريقه، راه ما تيضر ما والو، زوين صحي وكيجي زوين. دابا هذه اللي بغى ياكل منها راه تيقطع منها وياكل، ديك الساعه تطيب راه تدبال تتكون ليها. شوف تبارك الله، شي كيشي خالص. لا مازال نزيد شويه بلاتي، شو غادي نزيد شي شويه دراس الحانوت معلقه كما قلت لكم. دابا نوريكم، خلاص تابعوا معنا. هي حزناها راه غنوريها لكم. الحاجه اللي زدت نوريها في الضروره خالتي. ايوا ها انتما بنياتك دابا. هاي 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 هادي هي ديال ديك الكموسه، حنا تنقولوا كموسه كاشر، كاين اللي تيقولوا كاشر كاين اللي تيقولوا كموسه. ها انتم هذه مرصيطه وهذا المعدنوس، غادي نرميهم هنا دابا نطحنوهم هادو. ندير لكم هادي واعره تتجي، هادي جربوها بنياتي كتجي زوينه البرد. البرد هادي واعره هادي. من مازال خدت زيد لها شي اضافات. مازال غادي نزيد لها اضافات، غادي نزيد لها ضروري. هي نزيد لها شويه الحب رشاد، غادي نزيد لها كبيدات. كبيدات الله كبيدات. غادي نغسلها ونرميهم هنايا دابا في الشوكوت. انتما خوتي اختي قالت لي سيري طحني لي شويه ديال الفليو، هي اختي بغات زعما غير طحني شويه، زعما غير شويه. شوف انا كي ربيتو، شوفوا شوفوا ضعقتو لها بزاف اختي. شوفوا شوفوا اصلا ما تضعقش بزاف، ديروه في ديك الصفايه. وين اذا تضعق بحال هكا نوريهم الطريقه عاوتاني فاش تغسلوه وكيديروا له. هادو غادي نرميهم هنا هاد الرجوع. جميع الحلول راهم كاينين، الرجوع ديال التوابل. دابا هذا فليو غادي نديرو هنا لحقاش نخلي عاوتاني ندير ليه كاشير. لا كاشير اللي كيسرع هو القرماش نكون راس الحانوت. هو ضروري. شتي كي ولا كنحنا تضعق. دابا غادي ندير فيه الماء، وداك اللي يدير فوق غادي ندير حقاش خاصني الماء في الطاو. اييه خلي تيزيد الماء طايب على حساب داك الشيء اللي بغيتوه. وهنا راس الحانوت اختي تبغى تزيدي. راس الحانوت تنزيد شويه. يا اختي ويلي درتي مع الشبع حتى ضغط منه. عرفتي اختي ضغط منه شويه كبيره. اختي راه الدجاج تفي. شوفوا شوفوا عاد درنا الكبيده. ما تضعقوش شتي، ما تضعقوش دابا الماء. ما تضعقيش انت كتطلق خضوريه شتي. هذا صافي راه خاطر نديرو في الشعر شتي. ما خصكيش تضعقي هكا، خصكم تضعقوا غير شويه. وفاء درتو ديك الطحانه الصراحه راه عرفتو ما نقول لكمش. ديك الطحانه ديال اليوم ها هي دخلوا الطحانه حتى اللي سولوا على الثمن باش كنا خديناها زوين. وملي كطحن خاطر الحاجه دابا ها هي دابا كان شي هذا شي خضره ولا شي حاجه تتبقى لتحت. نقولوا ها هي ها بسم الله. باينه خاطر كم لا لا تيبقى لتحت. غادي نزيد شويه د الماء عاود باش لا بقات شي حاجه لتحت، يبقى داك هذا ديالو هنايا في هذا هنايا تيبقى في الجنب. ورانا حنا منقيين ورا داك الشيء بنادم يتاكد وصافي. ليش ما تبقى مع المول الحانوت ولا مع المول العطار؟ لاني خايفه ولا هذا. وضرب فيه الحجر تيكون فيه وانا راه كنت تيكون يابس. وياه صراحة الله العظيم الا جات بون ماش غادي يجي غزال 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 بزاف صراحة. اختي كتقادلو العشوب ديالو كما كتشوف دابا يا اختي، غادي تزيدلو هاد هاد سميتو. ليا شوفو تبارك الله. هو دابا بغات كتخلي داك التخ ديالو الخيط كيبقى التخ ديالو لتحت تيبقى على بقا شي. انا حقاش باش تنديرلو ديك اللي قلت لكم شتي. ها حيدنا هادشي، ها هو حيدنا هاد بحال العواد بحال داك داك التخ ديالو. هذا شوف واخا خاطر نزيد زعما غير من الفوق شتي. هذا واخا كوياك تيكون داير شتي. هذا شو داير بحال محجر. دابا تزيد واحد الحبر رشاد. نزيد واحد الحبر رشاد. ها واحد الحبر رشاد ها هو دابا شتي كي ولا راه غسلته. شوف واخا دغيا شي دغيا تجمع تجمع. دابا يطبخ غادي يطلق. ضروري في البصل تبغي ديريه الناس خصك ت بغينا نشعلو هذا باش ما تصدعكمش. هادي ديك لا هوت لا هوت ديال الكاب. تتقطع تتقطع هي تي. دابا هادي انا نطيبها بوحدها هنا، نديرها فيها مريقه وهادي نديرها هنا. دابا باش تطلق ليا اللده شويه، هادي باش تطلق لي شويه اللده هنايا باش اللي بغيها تياكلها بزاف حيتاش هي صحيه. انا تناكلها الصراحه فاش تنحطها تنبقى نديرها مع قرماش صحيه بزاف. وتهزي لها غير شويه المرقه هنا وتزيدي لها شويه شويه العطريه، زيد لها مليحه وتزيدي لها باش ما تهزيش هذه كلها من هنا عاود. حنا كنا خاطر بغينا نجدو الدجاج البلدي.
وياس اخر لحظه قلت له ملي قضيته واحد اخر لحظه ما كناش درنا الباح واش دينا الباح خصو يشد في الليل شد في الليل وعاد تكتف صافي نخليوها نطبخ باش منها حنا ما تنديروش العدس اييه كنديروا الحلبه باش تديروا العدس الاول والحلبه باش تذوقي بها هذه الحلبه تذوقي بها هنا وهنا وهنا ودابا نهز الدجاج غادي نزيد الخضر صافي ندخلوا الدجاج قياب ونزيدوا هذه الثلاث ها ممكن نزيدوا ثلاث الحبات اييه صافي ها هو داك يخلو وكاين اللي بغى يعمرو اللي بغى يعمر الدجاج بهذا العشوب اللي بغى يعمر الدجاج تيدير له شويه حبر شويه شويه الحلبه شويه ديال داك المعدنوس ومرسيطه وتيرون داك الشيء مع شويه فليو تيدخلو في داك الفروج ويخيطه يجمع له رجليه ويخيطه وكيجي مع الشبه ها تيجي مع الشبه الداخل تيجي عاوتاني لداخل مع الدجاجه شاربه ديك العشوب ايوا دابا غادي نطحنوا هذا شاهدوا معنا هذيك كاشير كيتقول لك كاشير وهذه راه تيميجه هذه كاين حقاش تحيه للبنيات الجزائريات هادي راه تيقولوا لها تيميجه هما وقيله راه قالت لك واش تيميجه اه مرسيطه حنا تنقولوا لها مرسيطه آه اللي تيقول لها تيميجه ايوا هو المصطلح حنا لقيناه اه انتما خوتي دابا نطحنوا هذا وغادي نزيدوا الكبيضات راهم تيطيبوا وغادي نزيدوا شويه فليو نزيدوا شويه راس الحانوت شويه الحلبه اه شويه ديال الملحه عندنا كنت نساو الملحه باش ما يجيش السوس الا كلشي حاجه كتزيدي فيه كلشي داكشي كاع اللي درتي اه الا مسكين جبير اه غير البصله نتوما نتوما تديري شي رويصات ديرهم تمايا تضعقوا صراحه الله خاتي ما قالوا راكي كتعرفي ديري برماش انا قلت لها شوفي قلت انا بغيت نتعلم طريقتك بغيت كنقي لها الحلبه مع خاتي قلت لها شوفي قلت لها خاتي بغيت نشد نتعلم طريقتك عرفتي واحد الدافه يا خوتي واعر تبارك الله خاتي الله يحفظك الله يحفظك من العين عرفتي غزال دار داكشي كلشي مقوم داكشي كلشي منقي جاتك الريحه دابا الريحه خاتي طالعه انت كتطلع معايا ريحه فليو ريحه فليو انا بغيت تبقى تعطي ريحه فليو فليو تبارك الله بحال اللي راكي في شي صال ديال المساج انا اصلا معشق فليو كيحمقني فليو بريحته بكل شيء يعني كتصلح المساج كتصلح في الماكله كديري في كل شيء سبحان الله العظيم زوين زوين المهم انتما خوتي خليكم معنا دابا باش نمشيو نصوبوا العجينه وغنوريكم كاشير وانتما معنا تابعوا معنا تنسقيو القصيعه ديالنا ان شاء الله يا ربي امين انتي نعم هاي هاي درت البيض البلدي اه درت البيض باش يجي داكشي بلدي كلشي بلدي خاطر داكشي كيكون سبحان الله تيكون تيكون صفر صفر مغلوق اه صفر مغلوق بحال ندير الخرقوم هاو تيكون بحال ندير الخرقوم دابا غادي نديرو له هانتوما غادي نطحنو هذا خلاص مازال ما طحناش غادي ندير شويه غير شويه البزر غير شويه صافي شي شويه الخرقوم باش تيجي لذيذ ما يجيش باسل ها خرقوم راه صحي خلاص البزار والله خوتي تبعوا هاد المقادير والله الا غيطلع البر ماشي انا متاكده شويه هادي زريعه القزبر زريعه القزبر حنا كنديروها لذيذ لاخاش انا تنديرها في كلشي فوائد فيها زوينه سبحان الله هذا سكين جبير هذا اللي اللي صحي ترى انا سكين جبير ولا من تنعتمد بزاف اييه هذا راس الحانوت خاصة ندير معلقه ندير الملحه باش ما يجيش مسوس عندك وتنساو الملح اه باش ما كيفطر راه كنا درناه ونسينا الملح جا مسوس ما اه ما كليناهش اه لا جا مسوس ما تيجيش زوين واخا تعش بيه ندير فيديو حقاش هذا ما يمكنش ندير له الماء دابا كون خلاته لي وفاء شويه من مضعوق تنصفيه دابا في هذاك الغريبي اللي وريتكم داك الغريبي لا وفاء صافين داك الغريبي المهم اللي عنده شي شبكه ماشي رقيقه بزاف ديك رقيقه وتديروه في الماء تتحركوه وتتصفيه هذاك اللي تيبقى تشدكم هو اللي تديروه هنا ما تضعقوش بزاف باش ما يطلق لكمش هذا في اليوم انا خرجت له ما خاطي على الوصفه خرجت عليه اه خرجت له مع الوصفه ايوا معليش لا مني تنقي خلاص لا خاص نقي تنقي داكشي انا نزلت فالتي وكل ما درتوش كون وليت طحنت واحد اخر كون ما لقيتوش نقي آه. غادي نطحن واحد اخر ولكن نقي زوين عندي واحد العمود ديال غادي نديرو شي رويصات ونطحنوا انتما نطحنوا مع اه انا تمايا مع داك هذا ونزيدو هنا غادي نديرو الكبيضات صافي وغادي نديرو هنا غادي نعمرو هنا هذا المول هذا شويه اللي عنده شي مول اي مول يدير فيه غادي نديرو هذاك وهذا الصغير هنا ها ما دخلت يا هذا باش ديك الساعه تقطعوه في طريفات يجي زويون هذا وكل اللي عنده شي مول يدير فيه هذا زويون هذا خاطر الله خاطر الله دابا غادي نشد الكبادين نديرهم هنا ونطحنوا هذا طحني لي وفاء هذا الله يعطيك الرضا واخا باش ديك الساعه نوريهم الوصفه كامله خاطره ملبيه دابا زدت شويه هاد الماء دائما يكون حداكم الغلاي سخون باش زيدوه انا راه تنهشي مرات من الشوك وتنزل الماء سخون دابا غادي ندير هاد البصيله باش تبقى لي ديك الساعه حتى تهبط هاد البصله وتندير القياس ديالي اللي غادي يسقي لي صافي وتنطفي دابا راه حيدت الفروج وخا ديك البصله كتخليها حتى باش كتبقى باش تجي مفرزه في القصه التالي التالي تتسكي تجي مفرزه
شتي هذا راه تبارك الله راه زوين واحد هذا زوين وجديد ولدي انتي خاطي قوام هم قوام الصراحه خاطر ها انتما بنياتي دابا راه طحنا داك هذا المعدنوس ومرصيطه والثالثه اللي عاد زيدوا ديك الكبيده باش ما تضغطش بزاف وحيد هاد العريقات هادو حيدوا هاد العريقات هادو بيديكم يكونوا بصوا دابا باش ما يديروا لك ها هي كيتسجيها باش ما يجيش داك الشيء عاوتاني هذا ها هو دابا ديك مرصيطه كتجي مفرزه زوينه اه تجي واعره داك السباسيل خاطي او بيدي اه خاطي هذا كيبان في يدي راه اليد ضروري اللي ما خدمتيش بيدك راه بحال ما يمكنش اه راه ما يمكنش حتى ما نقدرش انا بعدا خاطر هاي لا ما يدي الله لك باللفت انا نخدم بها هذا تصور دابا الحرقات مزيان غادي نجي نعطي لها بحرا نزيدو شويه الزيت وفاء راه شويه الزيت الزيت راه كاين لي واحد الخطره قالوا لك وفاء جربي معنا الطريقه ديال الكاشير الكاشير ها هي هذه هي هذه الطريقه الكاشير الكاشير ديال احسن كاشير ديالي هذا جربوه هذا زوين لا والله الا خاطر تبارك الله عرفتو خوتي الطيب ديال خاطي فاطمه حتى هو عرفتي ما نقول لكم زعما فن غزال حتى انت تبارك الله لا والله خاطي ما نلقاو دابا لا خاطي ما نجي قدامك غادي لا والله الا تبارك الله والدجاج المغمر ديالها واحد المغرفه حطيتها هذه اللي نبقى نعمر بها اييه سميتها نحركهم مزيان وها حب رشاد هذا حب رشاد ضروري هذا خلاص حتى هو يبغى اني تاكل يا معشم وهذه الحلبه اما ديروها طايبه تهزو من ديك الطايبه ديروها هنا ولا ديروها طحون الحلبه ما ديروها تبقى قاصحه تبقى تغزز زين مازال حب الرشاد راه دغيا رطب دغيا تي كيطيب اه غادي نطربو مزيان نخلطوه كايا الكبده شتي راه جاو الطريفات ديالها ما كاين اللي تيطحنها تيضعقها ما ضعقوهاش بزاف شتي طحنوا داك البرسيطه والمعدنوس عاد رميوها شويه ديروا واحد الدورات ما تبقاش طروفه عاوتاني كبار شويه هاي دابا غادي نخوي هنايا او انتما ها ملي هذا ملي كنعجنوا اخوتي عادي كما كتشوفوا يعني ماشي ضروري خص ديري فيه شي قوام ولا كنورقوا حنا غير بالزيت البلديه صافي كنعجنوا بحال هكا كنديروا مربعات بحال هكا كما كتشوفوا شفتوا هما هادو كنضرب هنا كمربعات وكنورقوا غير بشي زيت ديال البلديه صافي وكنخبزوه يعني ما كنديروا فيه لا خمارات لا طحين لا حتى شي حاجه راه هي المصوره خاطر هي المصوره ديالي ما تنعرفهاش بداد ما تنعرف لا نطوي ولا نشعل ايوا راه ما كاينش معنا اليوم راه مشي مع خالي الحاج ايوا قبلوا على التصوير ديالنا خوتي الله يعين قبلوا علينا وشجعونا ها انتم خوتي انا كنضربها بحال هكا ها الصويجي رقيقه بنياتي الملوي ديال برماش لا بغيتو برماش يجيكم زوين اه خوتي الصويجي رقيق وتكون غير ورقه فوق ورقه فاش تحلوه تقطعوه الا لقيتو شي هادي لداخل شي عجينه ولا شي حاجه حيدوه ها لا كانتما خوتي يعني شتي هاك ملي تتحيد هذيك فاش ما تطلقش اه صافي نحيد الاخرى تحيد هذيك طابت ها انت المقله كنشريها لنا الحاج هاد المقله زوينه هادي الشيء كتفرق العافيه على كاع الجوان وتا كندورها بحال هكا مره مره هذيك جات في الناقيقه ومقربله هذيك هذا ما كرهتيش غادي مع شويه الزيت البلديه والله ورا ريحه الزيت البلديه طالعه منه لا زيت البلديه اه لقاش ناصبين ونخليكم دابا ان شاء الله باش يجي داكشي سمحي لك قطعتك باش يجي داكشي بلدي طبيعي أيوه. درنا داكشي بلدي حنا وي دابا شي دابا باش جمعنا العشوب ديالها حتى غادي تجمعهم كاملين بغيت نمشي معاها لكن دابا انا كنخبز دابا الملوي واصلا كاينه الشتا دابا تجيب العشوب ان شاء الله ونوريكم كامل نجيب السلمية كامل داكشي اللي جمعت داكشي اللي عندي في الارض غادي نجمعو نديرو في اتاي غنديرو في اتاي باش يجينا اتاي زوين غير حاجه وحده اللي ما عندناش اخوتي هي اللويزه زبرها لنا داك السيد اللي تيكون لا راه درناه بلدي وفاء ما درناش بالتريد لا والو هذيك في السبوع ديال فين درتي التريد السبوع ديال وفاء درناه بالتريد درناه بالتريد كتقلبيها من هنا ومن هنا بريستيج. ومن هنا التريد ولكن هذا اللي درنا بلدي بلدي برمش طحين ديال الزرع طحين ديال الدار طحين ديال الدار تبارك الله جاب اللي بغى هذا داك سميتو تريد تديري وحده فوق وحده ورقه فوق ورقه تتقلبي ديك الورقه وتزيدي فوقها وحده اخرى عاوتاني تقلبي راه انت دير شي 10 ولا 12 شحال كنا كنقطعو وتبقى تقطعو بلا مقص تيجي طويل تيجي واعر تيجي هكا طويل تيجي رقيق زوين تيجي رقيق ولان اخوتي ما كانش حسن بالحاجه شي حاجه بلديه بلديه كتكون زوينه الصراحه حيدي هذيك بركه عليك بركه على هذه اصلا الطحين ديال الدار ما كيتحمرش بشي بحال الطحين اه تيبقى هذيك راه واني مقرمله زوينه هكا دابا فاش تتسقى بالمرقه باش ما تجيش معجنه انتما خوتي دابا كما كانش مسكينه خاتي الحاجه قالت لك لا والو نعاونكم مسكينه وجات لعندنا لهنا مره ما كتجلسش وقصد مسكينه كانت ما كتقطع معنا مسكينه الملوي والله خاتي الحاجه درت راسك والله قلت لك سي شاطه حطيت لك صيعه والله الا فين ما مشى بني ادم يخدم واخا غير قطعوا معاكم والله لا خطيك اخاتي الحاجه وكاين واحد بصح كاين واحد النوع لا جات تيقنط
دي يقدر شي تخص ضروري يديري شي حاجه خفيفه باش ما يحسش بداك الملل ديال الجلاس وهذا. انا بعدا هكا مش عند شي حد ما نقدرش نجلس تنقنط حتى انا كنخص ضروري ندير شي حاجه ولا كنعاون ولا نمشي نبرزطهم شويه في الكوزينه. بنتي باقا صغيره ما عرفتش. الله يبارك فيك اختي ان شاء الله. الله يبارك فيك. ايوا انا ما كتخليونيش كاع نحطيتي شنو خاطر حتى جايه ترتاحي ماشي جايه ديري جيتي ترتاحي عندنا. مرحبا بك والله ربي يخليك عزيزه وغاديه والله العظيم الخير والبركه والتيسير. انت ما خذتش انا باغا بنا كنقطع دابا هذا الملوي بحال هكا كنفرفشوه هو تيتفرفش هو دوك كاملين الملويات كيجيو القاف ياك اختي حاجه اليوم ان شاء الله غنقصو خاطر مشات جات مسكينه جات لنا العشب مازال غنصورهم لكم مازال كتنقطهم وغنوريكم شنو يعني اتاي غنديرو معشب ما غيكونش صايب العشب اتاي العشب تيجي زوين بهذا البرد حتي اليوم راه تبارك الله الشتا ما حبساتش ندير هاد البرد الجديد وباد الحال انت اش هاد الشيء جات جديد جديد غزال هاد الرف هذا ديال الوريضه هذا هو هكا هذا الصراحة تتقلبهم هكا تغطسهم في وسط برماش هكا ياه هي 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 جلد زوين عندو شي شكيل يديرو هكا وعرفتي اخوتي ضغط وحيدة دابا عرفتي كنحس بالبرودة ديال الفليوف فمي هادو خاصرا شدو شوية بعد بقيت هادو خصهم ضروري يبردو باقي سخانين راه سخونة شتي هانتوما شوف اخوتي كي جاو فنين جاو غزال بحال ديك هادو خلاص مضلينات طريفات هادو جو مضلينات مضلين ديال العشوب هادو نيت بنياتي الله يسهل على كل وحده والله يحل حزامها يبقاو يديروا هذا ياكلوه وحيده هكا زوين جات لذيذه 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 عرفتي غير جربوه عرفتي جا فن في الملحه لف وفا قالت لي واه خالتي انا شفتها في الوقت اختي ندخل غادي ندخل وحيده قالت لها لا قلت لها قالت لي ذوقي قلت لها لا انا خصني تنتغدي لا ذقت دابا صافي تمشي لي كثر كل شيء اه تبارك الله عليك خاطر يعطيك الله الصحه والله يا رب يخليك بزاف شوفوا شوفوا اخوتي شوفوا تبارك الله ما شاء الله شوف ثم بنياتي دابا درت العشاء هادو العشاء غنديرهم في اتاي راه اتاي تيطبخ عاد ديروهم تيطبخ اتاي وطفاو عليه هذا يا زير البلدي ديروا قال هذا العرش هذا كبير شوي هذه السلميه سلميه زوينه هذه ما انت من انت شكلت ايو ديري جوج عريشات هذا فليو شوف لي تبارك الله هذه زعيطره هذه راه هذيك اللي تتنوض في الخلال البلديه ها هي الروميه شوفي هذه الزعيطره اللي تنرقيو شتي هذه مكرده حرشه هذه رطبه بحال ملسه راه زرعهم انا في الفيزا اللي بغى بنياتي يزرع هذا وهذا في الزعتر راه زرعت انا في واحد البلاصه حتى كان يبس كاع شتي جات الشتا تبارك الله الحمد لله يا ربي وعاد حيا ما تنكونش انا تنسقيه هذا الزعتر هذه مرصيطه مرصطناها النهار ايوا راه تبارك الله غادي هاد العريشات غادي نغسل هاد الشيء تاي تبخ برا صافي نطفي عليه عاد ندير هذا وهذا خالتي وهذا الريحان نقص هاد الوريقه هذا عاد فكرتني وفاء الريحان هذا دابا نغسل هادو مزيانين ونقرهم كنفضهم باش الا كانت شي حاجه الشيبه قالت وفاء بلاش ما بغاش نديرها بغيت نجيب الشيبه راه كاينه هادو خاطر زوينين هادو ايوا هادو راه من السمون السيمين هادو تمام من السيمين وغادي يجيو تمام ما يقويش بنا شوي 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 هادو راه تبارك الله راه تبارك الله فيهم الفائده ايوا عطاك الله الصحه خالتي ما تطبخوهمش باش لا تسمين اييه ها انتما بنياتي ها هي دابا طاب كلشي ها المريقه ديالنا ها ما شاء الله خالتي ها المريقه ديالنا دابا غادي نسقيو ها القصيعه القصيعه اللي درت انا الملوي ديالنا هو هذا دابا راه طابت هذيك البصله انتما راه ذاب ديك البصله صافي طابت ديك البصله هذه البصله كتجي زوينه ولا كتجي زوينه هذه المريقه دابا الله الصحه خالتي المريقه ديال شتي كي جات زوينه ما شاء الله جات لذيذه جربوها بنياتي ورفعوا عليا ايوا ها هو هذا سميته كشاف انتما الشرح تاعها ها انتما شوف هذا كيجي ملوي رقيق جا زوين ومقرمل الملوي ديال هذا خصو يجي رقيق ويجي مورق يجي ورقو غير في الاخر يجي رقيق يجي رقوه مزيان حسن هادو دابا نديرو لهم هكا هادي نوديك راه انت تشوفوها ان شاء الله اييه حنا تبعو معنا ان شاء الله نزوقوها قشرة الوريضة هنايا هذيك الوريضة اللي لتحت هي اللي تجي باينة تجي باينة تبارك الله عليك اخالتي يعطيك الله الصحة هادشي غزال ايوا هادي هي القصيعة ديالنا قبلوا علينا انتما شوفوا انتما تبارك الله كي جات انتما بقات شادة بقات شادة راه شادة زوينة هادو نديروهم هنايا ها تكشر مع تناقض هنايا سينا الحلبة سينا الحلبة ندير المعلقه والله الا كنا غنساو الحلبه كاع مهمه
اش اللي بغاها هي هزات ندير شويه شويه هنايا زعما كتبغيش تقوي باش ما تجيش اللي بغاها اللي كي شي جغزال ما شاء الله شوفوا شوفوا تبارك الله السعاده مازال زوينه مزال تبارك الله اختي الحاجه تبارك الله اختي فاطمه قادات له العشوب اييه بصحة الراحة اختي الحاجه ماشي نعم فين ساكن عطاك الله الصحة اختي فاطمه هاد البردغي ديالها هاد البردغي ديال هاد العشوب الصراحه تهبطوا عليا وبصحة وراحة نخلوهم دابا ياكلوا باش ما يبردش الله يعطيك الصحة وبصحة وراحة اختي الحاجه